كره القدم. طب الناس اللي برضو عايز اركز على النقطه دي، الناس اللي بعد سن 40 بتلاحظ انه نظرها تاثر، ده مش قرنيه مخروطيه ولا ممكن قرنيه مخروطيه تتكون بعد سن 40؟ ده سؤال مهم على فكره. القرنيه المخروطيه ده مرض عامل زي الجوكر كده. يعني تصدق انت خوفتني يا دكتور لما قلت الكلمه دي، انا وانا بساله لك خايف تقول لي انه ممكن. هو في القرنيه المخروطيه كل حاجه ممكنه، يا لهوي. ولكن زي اي مرض في العالم بيبقى له باترنز معينه. يعني هو معروف اكتر ان هو بيبتدي يظهر مع سن البلوغ، في مع سن الشباب في 15 16، عقبال ما يزيد ويبتدي ان هو ياثر على العين وعلى حده الابصار، نكون وصلنا الى اوائل العشرينات. ولكن احيانا مدى تدهور الحاله بيبقى بطيء الى درجه ان الاعراض ممكن تحصل او تبان على العيان بعد كده بكتير. القرنيه المخروطيه في المراحل المبكره بيبقى صعب جدا تشخيصها اكلينيكيا، يعني بالجهاز اللي احنا بنقعد العيان عليه ونبص على 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 عينه بالميكروسكوب ما تظهرش العلامات الدقيقه والرفيع والقليله جدا بتاعت القرنيه المخروطيه، ما تبانش غير لما نعمل الفحوصات وندقق فيها قوي، فيطلع لنا بعض العلامات البسيطة اللي تقول لي ان القرنية دي مش طبيعية، هي مش مخروطية بس مش طبيعية. ولازم اي دكتور بيفهم في هذا المجال يعرف ان القرنية الارجلر اللي هي غير طبيعية، ان لو نزلت عليها ليزر وضعفتها ممكن تقلب معايا الى قرنية مخروطية. وبنشوف هذه المشكلة مع انتشار الليزك النفرط اللي موجود. ولكن الدكتور اللي بيعمل فحوصاته وبيدقق فيها وبيشوف كل التفاصيل الصغيره ويلاقي ان القرنيه دي طبيعيه، بيقدر ان هو يوفر للعيان بتاعه الرغبه اللي هو عايزها، وهي الاستغناء عن النظارات بالكامل. الحقيقه انت شرفتني ونورتني بوجودك معانا، زي ما بيقولوا عطانا اللي هو الترم اوف اكسلنسي ده في الطب بقى، اللي هو التميز الشديد. الله يخليك جدا بقى. العيون عندنا من النوعيه يعني هي طول عمرها فاخره بس بقى بقت كامله الفخر. الله يخليك يا دكتور امين، ميرسي لذوقك وميرسي على حسن الضيافه، واتمنى ان يكون الكلام اللي قلناه ده مفيد للساده المشاهدين ونشوفهم دايما في احسن حال.